الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم، يوم جديد وحلقة جديدة ووصفة جديدة، ونرحب بك معنا الجديد في برنامجنا مطبخ الشروق إسراء. أهلا بك. مرحبا بك أحمد، مرحبا بكل مشاهدينا وكل متابعينا وين ما كانوا، لكم منا كل تحايا مطبخ الشروق. أكيد برحب بكم بعض من الوصفات، بعض من الأكلات العربية المختلفة مع شيف. أهلا بك، يديك الصحة والعافية. الله يخليك. إيه الأخبار؟ بخير، أنت عاملة كيف؟ الحمد لله. أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. حلقتنا النهاردة هيكون فيها حاجة حلوة، هنعمل لقمة القاضي. أول حاجة هنعملها هنحط الشربات بتاع الزلابية. أنا حطيت كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية عشان عايزاه تقيل شوية. وهنحط عصرة ليمون نقطة بس ورشة قرفة، ممكن نحط فيه قرنفل. ننقلها بقى هنا وهنسيبها تغلي شوية. أيوة. ونعمل الخرشوف. أول حاجة هقطع الخرشوف مكعبات كبيرة، هقطعها وسط كده. الخرشوف ده فروزن، فهو أصلا مسلوق جاهز يعني. أيوة. معناها في البداية إنه يعني نوه للمشاهدين على إنه هو حيكون مسلوق بالظبط. بالظبط. الخرشوف لو فريش واحنا اللي قشرناه، لازم اول ما اقشره بيبقى جنبي على طول ميه فيها ليمون. أيوة. وكل شويه ببل ايدي منها علشان ما يسودش. بيسود بسرعه جدا لان هو مفيد بشكل غير عادي وفيه نسبه حديد عاليه جدا، فبيسود على طول وتبقى فيه ميه سخنه. ايوه. فيها الميه السخنه فيها ليمون او ليمون وخل، وانا مجرد ما بقشره بنزله فيها وبطلعه تاني علشان اسلقه على طول في ساعتها عشان ما يسودش مني. ايوه. ده القلب بتاعه. الخرشوف دوت يعتبر بروتين. بروتين طبيعي مهم وفيه جدا. ايوه جدا. الناس اللي ما بتاكلش لحوم يا ريت، يعني طالما ما بياكلوش اللحوم ياكلوا الحاجات الطبيعيه او الخضار اللي فيه نسب عاليه من البروتين اللي هو البديل. بديل بالظبط عشان يعوضهم. هنحط شويه زيت بساط قوي وهنحط الخرشوف. الخرشوف برضو عايز صدمه؟ لا لا، بس عايز صدمه. شايفه احمد سكت في الحته دي، فقلت تتكلمي انت. ايوه. هنقطع البصله. انا ذاتي جديد عليها فعلاً. بعدين ما عرفت يعني اقول شو كده. بديل للبروتين. بالظبط. بديل للحوم. خرشوف اللي هو الارض، الارض الشوكي. نادر. ايوه. استنيت جنين بقى خلاص. وبعد كده هنحط بصل. ايوه. هنقلبه. ما كل الخضروات هي متوفره في كل المواسم او في كل الاماكن، مش موجوده عندكم؟ ما موجوده. هحاول مره ثانيه. ولا مجمد ولا يمكن حاليا ممكن مؤخرا يكون مجمد، لكن هو ممكن يكون موجود باسم ثاني، لكن كمتوفر في الاسواق وكده لا ما موجود. يعني ما هتلاقي بسهوله. ممكن نعمل نفس الوصفه ونبدله ببتنجان، يتبدل بمشروم، يتبدل باي نوع خضار. هو طبق خضار، الخضار المتوفر احنا هنحطه. ايوه. بسله، احنا هنحط بسله، ممكن نحط فاصوليا. ايوه بديله. بالظبط. احنا هنحط بسله. يعني احنا ممكن نبدل يعني البسلة الفاصوليا، هو وصفه هو ايضا بالباذنجان. بالظبط، لان هو اصلا وصفه عباره عن خضار. ايوه.
فأي نوع خضار إحنا بنحبه، يعني مش لازم نلتزم بالخضار اللي معمول، ممكن نعمل نفس الوصفة بأنواع خضار مختلفة. وهو في النار شبه لي لحمة الفراخ. وهو شبه إيه؟ لحمة الفراخ. هو عظيم بصراحة. وأنا شوحته شوية وبعد كده هحط البطاطس. طيب يا شيف، ده في مصر عندكم طريقته الأساسية اللي عاملين بها شلون طوال الوقت؟ لا، هو متوفر، هو مواسم، بس حتى لما بيكون مش موجود في الموسم بتاعه فبيكون موجود فروزن مجمد. مش من الحاجات اللي معروفة عندنا في الوقت الحالي، يمكن زمان زمان كان موجود في المطبخ القديم، بس مش من الحاجات اللي منتشرة قوي عندنا، بدأ مؤخرا الناس تاكله، الناس رجعت للقديم. بالظبط. فهو ملوش وصفة معينة، يعني في ناس بتحشيه من فوق وتحط عليه جبنة وتدخله الفرن. ممكن نبقى نعمله مرة كده محشي من فوق، ممكن يتحشي من فوق لحمة، ممكن يتعمل بانيه يتقلي، فليه طرق كتير قوي. هو احنا بنعمله مع عملة اللحمة. وبعد كده هحط معجون الطماطم، نحط معلقة كبيرة. وهنحط عصير نص ليمونة، نحط ثوم مفروم 2 فص، فلفل اسود، ملح، كزبرة، كمون، هنقلب بقى كل الكلام ده. ما بياخد زمن دايما في الناس، هو سريع في الطهي. هو ايه؟ سريع في الطهي، يعني ما بياخد زمن. لا خالص. وهنحط عصير 4 طماطمات، ودي شوربه كانت عندنا، هنحط كوبايه. وهنحط معلقه صغيره دبس رمان ورشه قرفه ونص معلقه نعناع ناشف، هنقلبه. هنا عندنا الشربات. هنرفع دلوقتي نشوفه. بس ده كده معانا، هنسيبه لحد ما يستوي. ده بيغلي، هنشيل من عليه بس الغطا. ممكن نطلع فاصل؟ ممكن نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم من جديد، خليكم قريبين. ورجعنا من تاني. اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبين. اهلين. هيا نعمل بقى الزلابية. احمد انت جاهز؟ انا جاهز. طيب نعمل الزلابية. ايوه. هناخد نص كوباية دقيق، نص كوباية دقيق، وهناخد معلقة صغيرة بيكنج باودر. وده بودرة كاستر، هناخد منها برضو معلقة. وهنقلبهم الأول حلو مع بعض، طبعا رشة ملح. وبعد كده هناخد معلقتين زبادي، ونقلبهم لحد ما الدقيق وكل المكونات تتخلط مع بعضها حلو. في ناس بتعمل لبن بدل الزبادي.
ولا ما لبن سائل؟ ايوه. لا عشان اللبن ماده سائله فهتزود لي الليكويد بتاع لكن الزبادي فيه خميره، فيه ماده مخمره. وهنحط 3 معالق زيت. انا هسه كنت عايز اقول لك انه احنا الزبادي بتاعتنا لما نيجي نعمله بيعملوا خميره. ممكن فورية. خميره فوريه. لكن صراحة الزبادي دي أول مرة أشوف بحط فيها زبادي. طريقة جديدة نبتدي من المطبخ العربي. طبعاً يا إسرائيل إحنا كان في حلقة كده الشيف قلت لها لازم تعمل لنا ليمون أو زلابية. فالليلة وعدت زي ما وعدناكم يا أستاذ المشاهدين الشيف عملتها لكم. بحط مية بالراحة قوي شوية بشوية لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه. ما بزودش المية في الأول. طبعا انواع الدقيق مختلفه فمش هنقدر نقول معيار ميه. مظبوط لاني ممكن نوع دقيق ياخد معايا معلقتين ميه، ممكن نوع دقيق ياخد ربع كوبايه ميه، ممكن نوع دقيق ياخد نص كوبايه ميه. فيعني تقريبا الميه من ربع لنص كوبايه بس بحطها بشكل تدريجي. ايوه لحد ما اوصل للقوام اللي احنا عايزينه. فاحنا خدت معانا تقريبا ربع كوبايه ميه، فعشان كده بنقول دايما خلينا نزود الدقيق حبه بحبه، سوري نزود الميه شويه بشويه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. تقريبا هو ده القوام بتاعها مظبوط. ايوه نشوف هنا ده تمام ريحته وريحه الطاقه. ايوه والشربات كمان تمام جاهز. ممكن ننقل بقى هنا ننقل ده. وهنحط الزيت. طوالي كده ما محتاجه العجين يريح شويه؟ لا هو لان هو سايل مش معجنه. يعني سايلة. حتى لو سبناها تهدى هنسيبها تهدى 10 دقائق. هي مش عجين. ايوه بس عبال ما الزيت ما يسخن هي هتكون ريحت شويه. نطلع فاصل. نطلع فاصل. سادة المشاهدين فاصل ونواصل، خليكم زي ما انتم. ورجعنا لكم من تاني بعد الفاصل نشوف اللجامات بتاعتنا او الزلابية. احنا افتفينا على الشربات بس يبرد، فعبال ما يبرد هنعمل العصير بتاعنا النهارده. العصير هو الليلة عندنا عصير؟ ايوه طبعا. واهم المشروبات الرمضانية بالذات المشروبات الطبيعية. بالظبط احنا هنعمل حاجة فريش وحاجة صحية شوية. احنا هنعمل افوكاتو. أيوة. مع تفاح. طبعا الافوكادو ده فيه فوائد ما طبيعيه. من الحاجات الحلوه قوي 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 الافوكادو، واللي لازم الناس تبقى بتاكلها بشكل يومي. ايوه او يعني على الاقل نبقى بناكلها من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، بالذات في المناطق اللي بتكون متوفره فيها بصوره كبيره او بصوره دايمه. يعني بالظبط. ايوه يعني في ناس اصلا الافوكادو ده فطار كل يوم كده، تفتحه كده وتحط عليه العسل وتاكله كده. بعدين انا بشوف ناس بيعملوا في كذا حاجه، ممكن عصير، ممكن في اكل، ممكن في مع الفطار. بالظبط ممكن في البيض، ممكن مع اي حاجه. الافوكادو كمان من الحاجات اللي ما بتتاكلش وهي ناشفه، يعني لما بيستوي بيبقى طري فبيبقى سهل ان هو يتقشر. لو جبناه ناشف درجه حرارته المفروض تبقى اقل من 23، يعني درجه حراره الغرفه. فلو جبناه ناشف بنسيبه بره زي المانجا بالظبط كده، لما بنجيبها وتلاقي ماما في البيت بتقول لنا لفوها في ورق الجرنان عشان تستوي. هو الافوكادو فيه ماده هي بتسويه، فمجرد ما بيتلف في حاجه طريه
بيستوي بيتساب بره كام يوم بيكون طري بيطري هو لازم يتاكل وهو طري. احنا حطينا واحده افوكاتو وتفاحه اخضر هحط تفاحتين وهنعمله كمان بالزبادي. ايوه هنحط معاه شويه زبادي نضيف برضو واحدة من الفواكه إذا حبينا ولا الأفضل إنها هي تكون تفاحة أو أفوكادو؟ لا ممكن نضيف طبعا أي حاجة. أيوة. إحنا حطينا التفاح هحط عصرة ليمون علشان التفاح بيسود والأفوكادو بيسود. أيوة. هحط يا دوب نص ليمونة. وهحط معلقة سكر ويفضل طبعا لو عسل أبيض. ومعلقتين زبادي كبار وهنحط كوباية مية ونضربه يفضل بالخلاط طبعا نكسر شويه بزيت التفاح لان شويه ناشف اقوى من كانت ايس كريم هي برضه ممكن نجمد التفاح هيدي وسموزي. ايوه هو كده ممكن يبقى سموزي. ايوه لانه ممكن بالظبط. هو ممكن كمان الكيوي. الكيوي من الحاجات اللي بتبقى حلوه قوي مع الافوكادو. تجيل ينزل على المعدة بالهنا يكون بارد وهيكون بارد وهيكون حلو. أيوة. وممكن نضربه بتلج. ممكن زي ما قلنا الأفوكاتو بدل التفاح أو مع التفاح والكيوي. أيوة. ممكن لبن بدل المية بس طبعا لبن هيبقى أتقل شوية فعشان كده يفضل أحسن هو يبقى بمية لأن احنا حاطين اوريدي زبادي. المشروبات الطبيعية دايما هي مهمة ومفيدة بالذات للأشخاص اللي يكونوا دايما صايمين. في كثير من الناس دايما بتتناول بعض من المشروبات يعني حتى لو كانت غالية أو غير لكن هي برضو احنا بنفضل انه دايما بالظبط المشروبات الطبيعية. ده كده استوى معنا وريحته كمان بدأت تبان. ممكن هنشوف الشربات برد ولا لسه. لسه فاضل له شويه ممكن نطلع فاصل. اوكي طيب سادة المشاهدين فاصل ونواصل. رجعنا من جديد وتحية الصحة والعافية لكل مشاهدينا وتحية أيضا للشيف آية. شيف آية كده إحنا الخضار تمام هنقفل عليه وممكن ننقله كده على جنب لحد ما نغرفه أو ممكن نغرفه على طول. ريحة تفاحة جميل وشه جميل برضو شكلها ده مع حلو عايزين نغرف بيها على طول. ده كده
الخضار اللي احنا عملناه كان عبارة عن خرشوف وبسلة وجزر، وقلنا ان احنا ممكن مش لازم نلتزم بالخضار ده، احنا ممكن الخضار المتاح عندنا نعمل بنفس الطريقة ونغير الخضار. احنا حبينا بس ان احنا ننوع لان الخرشوف مثل مليان بالبروتينات. بالظبط، جميل جدا، ممكن يكون هو بديل للحوم. بالظبط، ايوه. فاحنا قلنا الاسبانجينا هو ممكن احنا نبدله، لكن هو الاساس في الوصفه. ايوه، ممكن نبدله زي ما ذكرت الشيف آية انه نبدله بباذنجان. ممكن نبدله، ممكن نحط كمان مشروم. احنا قلنا ان دي مش لازم نعمل نفس الانواع، احنا ممكن نعمل الخضار اللي موجود. هنحط شوية خضرة بس. للنكهة وللشكل، صح؟ الاثنين. الاثنين مع بعض. الاثنين علشان تكسر اللون معايا. أيوه. وعشان في نفس الوقت تديني نكهة. كده جاهز تماما. كده تاني وصفة معانا جاهزة. طيب ممكن يا شيخ ترجع تقولي السبب المشاهدين الوصفة دي أول حاجة عملنا شنو مكوناتها شنو؟ ده احنا قطعنا الخرشوف مكعبات وشوحناه على النار، وشوحنا معاه بصل، وحطينا جزر برده مكعبات، وحطينا البسله والبطاطس، وحطينا معجون الطماطم، ملح وفلفل ورشه قرفه وثوم مفروم وكمون وكزبره، وبعدين حطينا عصير 4 طماطمات، وحطينا نص معلقه صغيره دبس رمان، وقلبناهم حلو، وحطينا نص ليمونه، وسبناه لحد ما يستوي خالص على نار هاديه، وبعد كده غرفناه. ايوه، وده الشربات برد معانا. هنحط بقى الزيت للزرابيه، هنحط الزيت يسخن. الشيء المهم دائما في الزلابية انه الزيت لما يكون سخن شديد فهو بيكون اسهل، بيديك شكل جميل جدا، ما بيكون زي ما يكون بارد يعني. بالظبط، وكمان لازم يبقى المعلقه اللي احنا بنستخدمها محطوطه في الزيت. ايوه، هو طبعا المفروض في مكنه بتستخدم، بس هي مش متاحه، وعشان برضو لو مش متاحه في البيت نشوف ازاي نقدر نوصل لنتيجه كويسه. يكون عندنا حل ثاني نتصرف. بالظبط، ايوه. انا هستخدم المعلقه الصغيره دي، هستنى بس الزيت يسخن. وهسيب المعلقه دي هنا علشان هقطع بيها، هوريكم ازاي هنقطع بيها. المعلقه هنحطها في الزيت وهاخد بيها لحد نصها، المعلقه دي صغيره، لحد نصها، همسكها كده وهنزل بيها في اتجاه واحد وارفع، وبقطع بيها هنا عشان ما يبقاش فيه في الطرف العجين. بالظبط، واحنا بقى ايه بنجرب معاكم زي ما تيجي. احنا هنقليها كلها، عرفنا نطلع منها زلابي، عرفنا ما عرفناش يبقى دينا خدنا شرف المحاوله. ايوه، انا الطرف ده بمسحه في المعلقه علشان. طيب ليه الزيت مهم في المعلقه يا شيخ؟ علشان الزيت بيسهل ان الزلابيا المكنه بتضغط العجين، فبتساعدها انها تنزل بشكل واحد وباتجاه واحد، فالزيت بيسهل على العجين لما اجي ازقه بايدي ينزل مره واحده. بالظبط، إذا ما موجودة مكنة فالناس تتصرف عادي بالملعقة والأمور بتمشي عادي. بالظبط، ومش بس الأغلبية عندنا بيعملوه باليد أو بالملعقة. بالظبط كده، بحط مش لازم يعني تطلع شكل الزلابية 100%، المهم إن طعمها يطلع حلو. مين في النهاية الزلابية مشربة بالعسل؟ وبنحتاج لها كتير في شهر رمضان تحديدا، الناس بتحبها أكتر. الزلابية وبلح الشام. أيوه، ياها طلعت بشكل جميل. الحمد لله. الحمد لله. الترمة.
هقلب بس اللي طلع. عندنا اكثر حاجه في السودان يعني عندنا هنا موجود يعني بنستخدم دائما عجين الزلابيه بعد ما نعجنه بالخميره الفوريه بيكون سميك شويه يعني كل ما يكون سمكه اكثر كل ما احنا بنقدر انه تتحكم. ايوه العجينه بتكون لينه وطريه لكن بعد ما ترتاح شويه فتره من الزمن. بالضبط. بعدين يا شيف عارف عندنا الزلابيه دي يعني اول لقيمات بالمصطلح السوداني فثابته بتتعامل بعدين مع الشاي باللبن الشاي المجنن. هسه في محلات بقت في السودان عديل او ممكن في البيت بيعملوها كده ما شرط الشربات ممكن نحط فيها شوكولاته بيضاء كراميل شوكولاته صح بالعادي طبعا بالسكر المسحون ايوه او بالشربات صح بس هسه حاليا بقت طورنا بقينا شوكولاته وكراميل أيوه. وحاجات مما برضو هم في الايام الاخيره في شهر صح. رمضان في الرحمتات بتكون دائما ان هي موجوده في كل المساجد بالضبط. بعدين عندنا برضو عارفه يا شيف في بيت العزاء بتتعمل الزلابية؟ ايوه بتتعمل كلازم يرفعوا بها كده العزا كده مع الشاي باللبن وخلاص بيصلوا وكده خلاص العزا انتهى. العزا يعني ايوه حد متوفى ايوه بنرفع بها الفراش. عندنا برضه في المناسبات بتكون بس حجمها اكبر يعني شويه زي ما هي قالت لك العجينه بتكون شويه قد كده غير كده فبتعرف ان انت تتحكم فيها. لكن الصغار والحاجات دي كزينه كحلويات كتخدين ممكن نقلبها. ايوه احمد ما شايفك اشتغلت في الزلابية ما عجبتك؟ لا لا ما كده شغال يابا اتكلم بشوف وريها النظام كيف بس اكيد بعدها يعني شكلها بقى جميل جدا والله انا اتمنى ان شكلها يبقى جميل. انا الطعم حسيت المهم المهم الطعم ايوه لازم الشربات بتاعي يكون بارد خالص. بالظبط. كيف آية دايما بتركزي في الحاجة شايفاكي أكثر لما تكوني شغالة وبتعملي في الحاجة بتركزي أكثر من إنك يعني وخصوصا إن أنا زي ما قلنا إن أنا بحاول إن أنا أعملها من غير المكنة بتاعتها بصراحة و فبنحاول نحاول يعني. يعني نجحت بنسبة 70% بس ماشي الحال مش هنقول لأ مش هنعترض على قضاء ربنا مش هنكون طماعين برضه يعني هي صح من واحد منا بيكفي دايما يعني لكن عموما ان هي تتاكل يعني ايوه دايما كميات كبيره منها. بعدين قلت لك حاجة صارت وحلوة وظريفة يعني هي بصراحة من الحاجات الحلوة جدا وهي سهلة عمايلها في البيت بأمانة يعني وخصوصا مكوناتها مش صعبة يعني سهل ان احنا نعملها وايدينا بالظبط وايدينا هتتعود عليها وعلى ظبط شكلها مع الوقت. المهم شكلها ما مهم يعني هسه احنا عندنا ما شرط نعمل بالمسدس او بكذا صح اغلبيه تجيك اشكال زي ما داير يعني شكل مقعص شكل هندسي شكل دائري لكن امهات الحرفات هم ممكن بعد ذلك بيظبطوها كده بالايد بالمعلقه او بالمكنه او بغيرها وكده ظبطت ظبطت شويه ممكن نطلع فاصل لحد ما نخلص نطلع فاصل؟ طيب اعزائي المشاهدين فاصل
رجعنا من تاني وتحية الصحة والعافية لكل مشاهدينا ولكل متابعينا. وأهلا مرحبا بك شيف آية أحمد. أهلا بك يا إسراء. كيف الأخبار؟ أخبار الزلابية؟ والله يعني حاولنا هون نطلعها الحمد لله ونرشنا عليها سمسم. أيوة. ويعني إيه؟ الحمد لله كفى المؤمنين شر الكبير. بالرغم من المجهود الكبير لكن ما شاء الله طلعت اطباق جميله جدا. شكرا. وبعدين السمسم دي الحاجه كده خلفه اضافه. ايوه اضافه جديده. فاحنا قلنا دائما من خلال مطبخ الشروق انه احنا بنشوف اضافات جديده. ايوه حاجات مختلفه. ايوه هي بتغير الروتين اليومي بالنسبه للاكل السوداني المعروف. لكن برضو يا احمد يعني احنا لو رجعنا وطلعنا للصفحه او لقناتنا في اليوتيوب بنلاقي كثير من الاسئله اللي هي موجهه للشيف آية. صح. ايوه جاتنا كم تعليقات وكذا وصفه بعض المشاهدين طالبينها. تمام معنا وقت ممكن نشوف. طيب. نشوف. طيب في اول وصفه مكرونه بالبشاميل. المكرونه بالبشاميل اول حاجه بسلق المكرونه وزي ما اتفقنا ان انا بسلق المكرونه من 4 لـ5 دقائق مش اكتر من كده. وما بنغسلش المكرونه بعد ما بنسلقها، بنحطها على مصفى وبنحط عليها زيت وبنقلبها كويس وبنسيبها. لو هنستخدمها بعد وقت طويل برجع انزلها في ميه سخنه وارجع استخدمها على طول. لو هستخدمها على طول فما بعملش خطوه الميه السخنه. بعد كده بنعصر اللحمه، لحمه مفرومه، بصل، ملح، فلفل. انا ما بحطش حاجه تاني، ممكن سنه ثوم. في ناس بتحب ان هي تعملها بصلصه او بعصير طماطم وتسيبها تستوي فيها فبيكون لونها احمر شويه. بعد كده بنعمل البشاميل، كل نسبه الدقيق ونسبه الماده الدهنيه بتكون قد بعض. يعني لو معلقه دقيق هبيكون عليها معلقه زيت او زبده، او نص معلقه دقيق ونص معلقه زبده. وبنحط عليهم كل معلقه بنحط عليها 500 جرام من اللبن. انا بفضل ان هي يبقى 250 لبن و250 شوربه، بتديها تيست حلو قوي قوي قوي، وخصوصا ان الشوربه لو كانت منكهه. وبعد كده باخد معلقتين من البشاميل، وبعد كده باخد معلقتين من البشاميل بقلب فيهم المكرونه، برص نص المكرونه في الصينيه من تحت. وبعد كده بحط اللحمه المفرومه، وبعد كده بحط بقيه المكرونه، وبعد كده بحط بقيه البشاميل بتاعي كله من فوق على الوش، وبدخلها الفرن على درجه حراره 180. ما بنسيبهاش في الفرن يا جماعه ساعه وساعه الا ربع زي ما بنسيبها. المكرونه بتكون مستويه واللحمه مستويه والبشاميل مستوي. ما بنسيبهاش في الفرن نص ساعه وساعه الا ربع وساعه، كل حاجه فيها بتكون مستويه. فبنحطها في الفرن يا دوب بتاخد وش. بشغل عليها من فوق ومن تحت وبسيبها في الفرن تقريبا مش اكتر من تلت ساعه، وكده بتكون معانا بقت تمام. في حاجه بس صغيره، البشاميل لما بنيجي نعمله بنحطه على النار مش اقل من نص ساعه، لان هو عباره عن دقيق ني. فالدقيق ده لما بينزل المعده بيتعبها، وممكن ناكل ونتعب ونبقى مش عارفين احنا تعبنا من ايه ومش في دماغنا اصلا ان احنا تعبنا من الاكل. فبتبقى الفكره اني انا اكلت دقيق ني، فعلشان كده بسيبه على النار لحد ما يستوي قبل ما استخدمه. ودي كده المكرونه البشاميل. وبالهنا والشفاء. وبالهنا والشفاء. وبرضو لنا حته. ايوه اتمنى تكون يا رب شيف آية كفت ووفت بالنسبه للمكرونه بالبشاميل. طيب يا شيف آية، تاني في بعض من المشاهدين اللي اتواصلوا معانا طالبين طريقه عمل المخلل في البيت. المخلل في البيت احنا ممكن كل حلقه نقول نوع مخلل. ايوه فممكن النهارده مثلا نقول الليمون المخلل. الليمون المخلل احسن طريقه ليه ان انا بجيب الليمون وبحطه في ميه على النار يغلي، بسويه نص سوا او 3 ارباع سوا. وبعد كده باخد الميه اللي الليمون استوى فيها مع ليمونتين من الليمون اللي هو نص سليق، وبضربه في الخلاط مع جزر مع حبه مع سوري مع جزر مع حبه البركه. أيوة. بحطها في الاخر، حبه ملح، حبه خل، حبه ليمون، وبضربهم حلو وبعمل الخلطه دي. وبعد كده بجيب برطمان وبحط فيه ليمون المخلل والميه اللي هو اتسلق فيها
وبحط الخلطه دي عليه وبقفل عليه، وده ممكن يتاكل بعد 3 ايام. وحاجه كويسه جدا على ان هي بتساعد على انه تفتح في الشهيه وتخليك انك برضه بالظبط. وحاجه انت عاملاها مش محطوط عليها مواد حافظه، فحاجه معموله في البيت عملتيها سهله، عملتيها بسيطه، اكلتيها بعد 3 ايام. نعمل كميات من المخلل ومحتاجين ان احنا نسيبها مده، او احنا مثلا بنحضر لتحضيرات رمضان وبنعمل المخلل بتاعنا قبل رمضان بشهر او بشهرين، فيدوب بنديله غلوه على النار ما يدخلش في السوى علشان ما يتهريش، ده كده ممكن يقعد معانا شهرين لحد ما نبدا نفتح عليه وناكل منه. نعم. وبرده كمان واحد من الاسئله عايزين يعرفوا كفته الحاتي. كفته الحاتي هي لحمه مفرومه، لحمه مفرومه عباره عن 80% لحمه و20% دهنه. يعني لو عندي 800 جرام لحمه حمراء بيبقى قصادها 200 جرام دهن. الدهن ما بستخدمش اي دهن، بستخدم يا اما دهن بيت الكلاوي لان هي دي الدهون الصحيه اللي ممكن تتاكل، او مش الصحيه بس الدهون اللي هو مش الدهن اللي حوالين اللحمه، ده دهن متكون جوه اللحمه. يا اما ليا لو الناس بتحب الليا، وكفته الحاتي يا جماعه بيتحط فيها ليا. حتى الناس اللي ما بتاكلش الكفته، ما بتاكلش اللحمه الضاني او الليا الضاني وبتاكل الكفته من بره وبتعجبها، الكفته دي محطوط عليها ليا عشان نبقى متفقين بس. أيوة. ممكن يبقى بنسبه 100 جرام ل 100 جرام بس لازم بيتحط عليها ليا. بنفرم بصل، بيبقى كل كيلو عليه 200 جرام بصل او 250 جرام بصل، بنفرمهم ناعم قوي وبنعصره حلو قوي من الميه، وبناخد التفل وبنسيب الميه، الميه دي اللي بنصبع بيها الكفته، ملح وفلفل وجوز الطيب وشويه برغل مطحون ناعم قوي قوي قوي، ناعم نعومه التوابل. بيتحط على كل كيلو 50 جرام على الاقل. الكفته بتمسك سوري البرغل بيمسك الكفته على السيخ ما بيخليهاش تقع، وكمان بيديها تيست حلو قوي وما بيخليهاش تكش على النار. طيب يا شيخ، برضه في بعض الناس عايزه تعرف احنا طريقه تخزين الخضروات في الثلاجه، خصوصا احنا الشهر ده طوال احنا نستخدم الخضروات دي. طريقه تخزين الخضار في الثلاجه، عندي نوعين من الخضار، عندي الخضار الصحيح وعندي الخضار الورقيات. الخضار الورقيات انا بجيب منديل او بجيب فوطه وبرص عليها الخضار مش مغسول. الخضره اللي هو الشبت، كزبره، بقدونس، جرجير، برص عليها مش مغسول، ويا اما بحط في علبه واحط بايدي ميه وبعملها يا دوب كده على المنديل مش على الخضره، وارجع احط طبقه منديل من فوق وطبقه خضره وارش رشه ميه وطبقه منديل وطبقه خضره وهكذا، او بلفها في المنديل وبحط في وسطها معلقه ستانلس او سكينه او شوكه والفها واحطها في الثلاجه، او بحط فوطه وارص الخضره وارص فوقيها فوطه تانية وبندي الفوطه من فوق بالميه. الفكره كلها ان الخضار بعد ما بيتقطف بيبقى لسه بيتنفس، فتنفسه ده انا المفروض اديله مساحه لان هو يتنفس عشان ما يتبلش مني بسرعه. نعم. تاني حاجه الخضار الصحيح. الخضار الصحيح ما بيتخزنش في الثلاجه مغسول. انا اول ما بجيبه بمسحه بفوطه، فوطه مطبخ نظيفه، بمسحه بيها حلو قوي، وبحط في درج الثلاجه فوطه وبنديها بالميه، مش برش عليها ميه، بنديها بالميه وابدا ارص فيها الخضار بتاعي، هيتحفظ معايا مده طويله. بس اهم حاجه ان انا ابعد عن الخضار كل انواع الخضار، في انواع معينه هي بتستوي لوحدها زي المانجا. المانجا احنا بنجيبها خضرة وبنركنها على جنب بتستوي. الموز، الجوافه، الطماطم، كل الحاجات دي فيها ماده هي بتساعد على النمو وان هي تستوي. هي بتفضل لسه بتطلع بشكل يعني زي الموز. لو جربنا حطينا سبت فاكهه في حتتين موز مع برتقال وسبناه اسبوع، وسبت تاني فيه برتقال بس، السبت اللي فيه برتقال بس هنلاقيها يقعد معانا اطول من السبت اللي فيه برتقال وموز، لان الماده اللي بتطلع من الموز هي بتطلع على البرتقال فبتسويه كمان، بس هو مش محتاج ان هو يستوي فبيعفن. ايوه بالظبط. عشان كده في انواع معينه من الخضار والفاكهه لازم نبعدها عن بقيه الخضار علشان ما يتبلش. يعني الخيار بالظبط. أيوة. الخيار من الحاجات اللي بتستوي بسرعه قوي، فما ينفعش احط جنبها طماطم. لو حطيت جنبها طماطم هتلاقي الخيار طري كده ودبل، واوقات احنا بنقول
انا جبت خيار الاسبوع ده وقعد في الثلاجه وجبت خيار النهارده ما قعدش في الثلاجه ونبقى مش فاهمين وبنتهيأ لنا ان الخضار ده نوعه وحش، بس الفكره ان انت المره اللي فاتت لما خزنتيه جنب طماطم، والمره دي لما خزنتيه بعيد عن الطماطم، فعشان كده قعد معاكي مده اطول. نعم. اخر سؤال وهو طريقه عمل الفول المدمس، وده يمكن يكون من الحاجات الجميله لان الناس دايما بتحب المكسرات في الفترات بالظبط بعد العشاء. الفول المدمس سهل جدا جدا في البيت، طبعا في القدره الصغيره بتاعه البيت غالبا موجوده في كل البيوت، لو ما فيش القدره ممكن في الحله، لو في القدره بحط اقل من نص القدره فول وعليها 4 معالق فول مدشوش، الفول المدشوش اللي هو بتاع البصاره، ومعلقه عدس وجزرايه وطماطمايه صحيحه وليمونه مقسومه نصين، بحطها زي ما هي بس مقسومه نصين ومغسوله كويس قوي. أيوة. وبكمل القدره ميه بحطها تغلي، وبعد ما بتغلي بوطي خالص عليها شمعه، يا اما بحطها على السخان بتاع الفول بتاع القدره، في سخانات بتبقى بتاعت القدره هي شعلتها ضعيفه قوي، تقريبا بيستوي في 12 ساعه، وده احلى فول يتاكل اللي بيستوي على مده طويله جدا، نار هاديه بالظبط، بيطلع كريمي وبيطلع ناعم. لما نعمل كده بعد ما يستوي هنشيل الليمونتين وبقيه الحاجات كلها، اصلا سواء الجزر سواء الطماطم احنا هنلاقيها هي اتهرت خلاص ودابت في قلب الفول، هناكل فول بجد خطير طري وناعم وطعمه حلو. وانا عايزه اقول لكم انه المطاعم وعربيات الفول والاماكن اللي بناكل منها فول وبنقول الله الفول ده طعمه مختلف، هو بيبقى مسوي الفول في مستودع بيسويه على ظهر النار، يعني النار هنا وفي حيطه وهو بيسويه على ظهر الحيطه دي، فمتخيلين بيسويه سخنيه ممكن يقعد يسويه. للاسف دلوقتي مش كل الناس بتعمل كده، بس في ناس بناكل من عندها فول وبنقول الله الفول ده طعمه مختلف علشان التسويه، ودي اهم حاجه في الفول انه لازم ما استعجلش عليه في التسويه، لان حبه الفول بتخرس فبتبقى بتعض معانا، يا اما بنلاقي ان هي فول عادي، يعني في بناكل فول احسن من كده. ايوه بس ممكن احنا برضو نعمله على الفحم، ممكن يتعمل على الفحم طبعا، بعد البوس الاسلامي تعمل في المانجا بالفحم طبعا، وبياخد وقت طبعا 4 5 ساعات، لكن طبعا نفس الاسلوب اللي انت طبعا يبقى خطير يبقى احلى واحلى. وبالهنا والشفاء، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب تكون سنه حلوه وجميله على الشعب السوداني وعلى الامه العربيه والاسلاميه جميعا، وعليكم اللهم امين وعليك ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا شيف، شكرا يا حبيبتي ووفاتي، وبتمنى يا رب الساده المشاهدين تكونوا استفدتوا وكل اسئلتكم جاوبنا عليها، وبرضه لو في اي حاجه لو في اي وصفه حابينها ابعتوا لنا، وان شاء الله زي ما عملنا هسه هنعمل ثاني. ايوه واكيد احنا معاكم في كل يوم بعدد من الوصفات المختلفه الوصفات العربيه على مطبخ الشروق. تحيانا لكم واكيد هنلقاكم في حلقه جديده، مع السلامه.